السلام عليكم ورحمة الله. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لطلاب مصريين يهتفون بكلمات أغنية أنا دم فلسطيني الشهيرة، وذلك بعد علمهم بوجود سياح صهاينة على اليخت الذي كانوا على متنه في مدينة دهب السياحية المطلة على البحر الأحمر. وكان انتشر هذا المقطع الذي يظهر عددا من خريجي كلية الصيدلة وهم يرقصون ويهتفون على الأنغام الفلسطينية، وهو ما استفز السياح الصهاينة ودفعهم لمغادرة اليخت والانسحاب من الرحلة السياحية. وقد لاقى المقطع رواجا كبيرا وتفاعل معه العديد من الناشطين العرب. وبحسب شهادات الطلاب على تويتر فإنهم كانوا في رحلة إلى مدينة دهب السياحية وفوجئوا بوجود سياح من إسرائيل، وعند سؤال السائحة عن دولتها أشارت إلى الجانب الآخر من شبه جزيرة سيناء قائلة إسرائيل، وهو ما دفعهم لتشغيل الأغنية الفلسطينية. ردة فعل الطلاب كانت عفوية ومثالية وتؤكد حضور القضية الفلسطينية رغم محاولات تهميشها، كما تؤكد كذلك أن ما حدث يعد الدليل الأكبر على رفض الشعوب العربية للتطبيع الذي تقيمه بعض من الحكومات.